كما قلت لك على الاخوان، ما تقاتلش على، ما تقاتلش على الفلوس وما تقاتلش على الطريق. هذه هي اكبر 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 مصيبه قدرت تحكيها، لان الا كانت عندك الرايت مايند سيت، الطريقه هي راه كاينه اونلاين، تمشي تجيبها وتطبقها وتزيد تموديفيها وتقاتل معها وتيمبروفي الخدمه ديالك يوميا وتزيد يوميا. ملي ما عندكش، ملي ما عندكش قوتي بالاستعمار ولا العقليه الصحيحه، ما غاديش تواجه الحياه وما عندك باش تواجه. غادي تزيد شويه، غادي تفشل، وغادي تمشي تنعس، وغادي تبقى تقول على راسك انا فاشل وانا عيان وانا ما عطاونيش وانا عرفتي الاخوان. انا كنقول هذا انا فاشل وانا عيان، كما قلت لكم راه عقلي ديما كنوجه لجوايا اخرى، ما نخليش هذه الفكره هذه تدخل للدماغ عندي، وتبقى انت كتقول راسك هكا وكتزيد كتحقد. ما جبتش الباك، ما كتبقاش ما عندكش قوتي بالاستعمار، ما جبتش الباك دونك انا فاشل نمشي ننتحر. صافا انت ماشي فاشل، فهمتي؟ يعني ما بقاش دير رمضان مع شعبان. سير ديما كنصحكم الاخوان، قرا 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 فهمتي. شاركت معكم حتى واحد الكتاب مؤخرا، كما نحاولوا نحطوهم حنايا بالترتيب. ايقظ قواك الخوفيه ديال توني روبنز، بليز بليز بليز، هي مساله ديال الحياه او موت، مساله ديال الحياه او موت. حطوا هذاك هو الكتاب، هذاك هو الكتاب الاول اللي خصك، اللي خصك تنزل عليه. علاش اصاحبي جلستي كتضيع حياتك كتحفظ التاريخ جغرافيا وكراد وكتعراض وبدا تدوز الامتحان؟ تخيل ان بغيتي تدوز الامتحان في ذاك الكتاب ديال توني روبنز، ايقظ قواك الخفيه. حفظوا باش من هنا 3 شهور تدوز فيه الامتحان، تعرضوا تولي حافظوا، فهمتي؟ الا طحت لك شي سؤال، ما هي كذا كذا كذا، ما هي 7 خطوات لتغيير فكره، ما هي 7 خطوات لتغيير فكره سلبيه، ما هي كذا كذا. في حاله هذاك الكتاب حفظوه. ستاندرد ديالي، واش هذا ستاندرد كيستاهل اني نلعب عليه ونتقاتل عليه، ولا ماشي ستاندرد كيستاهل. هنا ورينا ديك هنا ورينا ديك تمعلمي ديالك وديك كراد وكنقراو داك الشيء. هنا هذه مستاهله انك تكرد وتقرا وتقاتل، ولكن دابا مشات الترجي ديالكم شي حاجه اللي ما ساوياش. سير قرا ايقظ قواك الخفيه واحد، وداك الكتاب الثاني اللي تهردو وتدوز فيه حتى هو الامتحان، والله شي اخ شي اخي يدير لنا شي امتحان فهاد، نوليو نحطوا الاخوان يجاوبوا عليه، فهمتي؟ بور داد ريتش داد بور داد، ابي الغني ابي الفقير، هذاك هو الكتاب الثاني. وخاص تدوز الكتاب الثالث، هو اسرار عقليه المليونير ديال تي هارف ايكر. هاد الثلاثه هادو خاص تمشي. واللي بغى الملخص ديال الكتاب راه كاين في البروفيل ديالي، تمشي للبروفيل ديالي غادي يبانوا لك واحد السطوريات تما داير لهم بين السقوم، غتلقى ملخص كتاب. هي باش تشوف الملخص غادي يعجبك بيان سور، وديك الساعه اللي تمشي الكتاب واش كنقلب على نبيع عليك الكتاب. انا راه ما واخد حتى شي كوميسيون في الكتاب. كتاب ما تشريهش اسيدي، فهمتي؟ وخا غادي نعلمك دابا واحد المايند سيت غالطه، ملي نقول لك سير تيليشارجي بي دي اف وقراه. من الاول كنوجهك توجيه غلط، لان الحاجه اللي ما كتعطيش فيها فلوس ما كتعرفش قيمتها، فهمتي؟ الحاجه اللي ما غاديش تعطي فيها الفلوس ما غاديش تعرف قيمتها. يعني مثلا نفترضوا انك تيليشارجيتي بي دي اف وقريتي عجبك، نمشيو حنا معاك بالقانون ديال امازون دات كوم. في حاله ما عجبكش كتردو ياك، حنا زيد نمشيو معاك بداك القانون. سير اسيدي انت شري تيليشارجي بي دي اف، قراه، ومن وراه عجبك سير شري، ما عجبكش صافي نسى. واجي يعجبك بيان سور، اصلا انا ماشي ننصحك بشي كتاب حرتوك، واصلا هاد السبب ديال هاد النصائح كاملين هو تغيير التفكير ديالك. هاد التفكير ديالك هو القوه ديالك، ماشي هو عندك شي عرفتي. راه الا قلتيها الا صور مثلا شي واحد جالس معانا انا وبلال والدراري هكا، هي جالس تخايل دابا انت المشي وتخايل يكون دابا كاع اونلاين ما يقدرش ويقول لك عرفتي انا عندي واحد السكري واحد الطريقه سريه لربح الفلوس. عرفتي كادي نشوفو فيه، غادي نشوفو فيه واحد الاحتقار ما كاينش، لان دازنت اكزيست، ما كايناش هاد الطريقه السريه باش تربح الفلوس. تنعرفو ما ضفاكر كذاب حقير وما تنتوها فيه، وغادي تقول ليه الحبس، ولا كاع غادي نقولو ليه قول باش نضحكو عليه. ما كاينش هاد المضافكر اللي عنده هاد الطريقه هادي من الاخر، ما كاينش. وبالتالي خاص تمشي تعلم العقليه هي اللي ما كايناش. هاد خوتنا اللي تيبان لك تيوصلوا تيديروا شي حاجه عندهم واحد العقليه، وعاود توصل ماشي هي فلوس. لان بزاف ديال الاخوان توصل لا دابا كيفاش ننجح يوليو عندي الفلوس. صافي علاش هاد الماتش هذا من الاول حتى هو خاسر. صافي دير اللي عليك، هذا هو المهم. واش دير اللي عليك لمده واحد السنه تلقى راسك افونسيتي،
باش تبقى رابط راسك بالفلوس ما تزيد دير والو. النجاح ماشي هو الفلوس، نعاود لك عاوتاني، النجاح ماشي هو الفلوس. كاين واحد النجاح سميتو نجاح صحي، صحتك كي دايره. كاين واحد النجاح سميتو نجاح عاطفي، واش مزوج شي وحده كتبغيها وكتبغيك. وكاين واحد النجاح سميتو النجاح الابوي، واش انت اب سوي ومزيان تادا ناجح. هاد الشيء راه كامل ماشي ساهل تنجح فيه، راه ماشي ساهل باش تنجح كزوج، وراه ماشي ساهل باش تنجح كاب. هذا هو النجاح الحقيقي. نزيدك، كاين النجاح ديال العلاقات. واش سد على امك ما عندك لا صاحب لا والو، ملي عندك شي صاحب، عندك شي صاحب كتقول له دراسي البيا، كيقول لك حتى هو دراسي البيا، وكتفقوا عليها وكتزيد كتزيدوا تكملوا على في ديك الهضره وكتزيدوا تكبروها. ولا عندك شي صحاب مزيانين تا دا ناجح، واش العلاقات ديالي هي ديالك؟ لا. واش العلاقات ديالي هي ديال بيل غيتس؟ لا. بيل غيتس عنده علاقات هاربه عليا، انا عندي علاقات هاربه عليك، فهمتي؟ تا النجاح ديال العلاقات، اين علاقات عندك؟ النجاح المادي، كاين النجاح ديال الخدمه ديالك، واش كديرها ولا ما كديرهاش، واش انت فرحان بها ولا ما فرحانش بها. بعيد على المادي، هما المعلمين والاساتذه الاطباء كذا، فهمتي؟ كاين شنو اخر؟ كاين النجاح السبيريتوال، واش كتصلي؟ واش كتصلي في الوقت؟ واش تصلي خمسة المرات في النهار؟ هذا ناجح. راه اللي كيصلي خمسة المرات في النهار راه ناجح، راه ما ساهلش تصلي خمسة المرات في النهار، راه الله يسمح لنا كنجمعوها حتى لخر النهار وكنسربيوها بعض المرات لاكثريت الايام، مع كتلقاني في ليفينمون مجلوق حتى لخر النهار وكندلا صات 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 وكنمشي كنعس، الله يسمح لنا. من واحد عارف الغطاس ديالو كيطمح لما احسن، فهمتي؟ فهمتي كاين داك النجاح هاكو مع النفس ديالك، يعني فهمتي؟ الصلاه ديالك، واحد تيصلي راه ماشي واحد ما مسلم وما تيصليش، كاين يعني واحد التقصير، كاين بزاف ديال النجاح. ولكن علاش نقول لك، انا عاود نرجع نبرد عاوتاني، علاش كنقول لك راه الخريطه من الاول عطاوها لك غلط، من الاول عطاوك كلشي علاش تلعب، عطاوك غلط وصيفطوك في طريق غلطه باش هما يمشيو في الطريق الصحيح. ما كاينش هاد المضاف فكر اللي غادي في الطريق الصحيح، هي كاين انت ما قلبتيش. من الاول النجاح هو الفلوس، اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، اللي عايشين هما اللي عندهم الفلوس. الساطر انت عارف بنادم تيموت عنده الفلوس، بنادم فهمتي مشى ليه كاع اللي عنده عنده الفلوس، بنادم ملياردير ولا ما ولا تيجي هاك وتنشوفني في مراكش كيجي عندي خويا السيمو دبر عليا خويا السيمو، انت صحيبه صاحبي من زمان فهمتي، هاكو هاكو هاد المستويات. هذا بدا من الشمال لاش كيسميوها، خاصني نقول سميتها، خاصها تجيني في الراس، لان فهمتي باش يردوا الشباب بالهم. واحد الحبه كيضربوها تيهلوسوا مشات لي السميه ديالها، انا ما راكم عارف ما عمري كميت، ما عمري سكرت، ما عمري ما واحد الحبه ما بقاش يعاود لي، قال لي راني كاين اللي خرج عليا قد فهمتي. هذا خلى ليه با زباله الفلوس مشات لي، ها هو فهمتي. على الصاد فهمتي، ما الفلوس ما تيعنيوش انك غادي تكون فرحان ولا لاباس عليك. الفلوس لا قرقوبي لا واش لاباس عليها غادي يضرب قرقوبي صاحبي، لا صاحبي ليكستا واحد الاخر كتبها ليكستا هاد الاخر هذا فهمتي. من هنا للحضيض، الحضيض دابا الحضيض، اخر مره وقف عليا في مراكش رقي وقت ديال ما بعاش يسلع فانا فهمتي، رقي وقا هو مشات ليه، مشى ليه النجاح الصحي، النجاح المادي، النجاح العلاقاتي، خسر العلاقات ديالو والنجاح ديالو مع الله، خسر كلشي. الصاد النجاح كبر من داك الفاكين ديال الفلوس اصاحبي، هو خسر الفلوس، خسر بزاف الناس عندهم زومبي. واحد وصفوا لنا بالكلمه والله الا وقف عليا خيلا زومبي، عرفتي كيدوي معايا ولسانه ما حملتش نشوفه، عرفتي تصدمني اصاحبي فهمت. المهم الاخوان